لو سمحت شاكوش التميمة. امسكه ازاي ده؟ لا خفيف جدا، هو رمز لل رمز للهبل. اتفضل. ده قاعد في الخندق يا جماعة، قاعد في الخندق بيحتمي من طيران العدو. انا قفشة، لو عايزين تتبسطوا بجد هو لبعضكم. ده بيتعلم النطق يا جماعة. تعالوا هنا بالظبط لندر حيث تواجد المتعة. بيظهر ما بيعرفش يقرا. أنا قفشة، لو عايزين تنبسطوا بجد لموا بعض وتعالوا هنا بازلاندا. بازلاندا؟ دي التانية هولندا. أنا قفشة، لو عايزين تتبسطوا بجد لموا بعض وتعالوا بازلاند حيث تواجدوا. أنت لو تفيت اللي بانا يالا هتقولها حلو. أنا قفشة. أنا قفشة اللي مناخيره نفشة. لو عايزين تنبسطوا بجد لموا بعض وتعالوا هنا بازلاندا. بازلاندا؟ ده احنا جايبين باندا. أنت عارف الناس لما تطلع رحلات بيكون معاها تسالي. لب سوداني. انا ماليش في اللب السوداني، انا بحب الحرنكش. لو في بشملة يبقى حلو قوي. انا برشح لك الايس كريم بصراحه عشان الجو صاحب القضيه ممكن تجيبوا له ايس كريم. انا لو عليا اطبخ له عين. انطلق يلا ابو لفاش. ايه حلو قوي. ما قلنا لك كذا مره ما تنزلش واحنا ماسحين السلم. بتضحك عليا؟ مش هو اللي بيضحك عليك يلا، احنا اللي بنضحك عليه. انت واحد في واحد بيزقك. والله الذهاب يا كابتن كان افضل. ماتش الذهاب كان افضل. حرام عليك يا راجل. يا طيب بقول لك جاي من الماتش. جاي من الماتش؟ طب ورينا اي تاتش. اللي بيكسب هنا بيكسب ايه بقى؟ بيكسب كرامته. انا عايز اسالك يا كابتن، انت عندك اي اسلحه؟ لا. ومالك خاف كده ليه يالا؟ هو ظابط؟ ما عندناش الكلام ده، احنا ناس متربيين على الاحترام. الله الله الله، ايه يا عم الراجل غلط فيك ولا ايه؟ اديله بالقلم يالا. هذه حرب الالوان، انا وانت دلوقتي هنلبس ال والله يا ابو القفاش على عيني، على عيني يا ابو القفاش. اللي حيجيب 5 في الاول هو اللي يكسب، بس ارجوك لازم ننتصر. احنا مع بعض. طب انا وانت طبعا. هنلعب مين بقى؟ هتلعبوا الترسانه. هنلعب هدول الاثنين دول وحيوه معاهم إن شاء الله. الراجل ده ماشي. اتفضلوا يا بهوات، اتفضلوا. اتفضلوا يا بهوات، ده داخلين فرح. تعال اوريكم مجدي قفشه يا جماعه. اهو. تصدق ان انا اول مره امسك حاجه زي كده؟ لا يا راجل، اول مره يمسك حاجه زي كده. الواد ده مسالم الحاجات دي بالنسبه لنا يا ابني، بتسالك بس نانا. اكشن. برافو عليك، حلو قوي. سمس. برافو عليك، برافو. اوعى. لا استنى، خلي بالك. هنا هنا هنا، ركز هنا معلش. دقيقة واحدة، دقيقة واحدة بس يا عم. انت فيك، انت تضرب فين انت؟ خلاص يا عم كسبنا.